السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: والدتي كبيرة في السن وضعيفة الذاكرة حتى أنها نسيت بعض أولادها ولا تحسن الصلاة، فهل تعتبر مرفوع عنها القلم وقد توفي والدي، فكيف يكون حدادها عليها؟ نعم، ما دامت زوجة ومات وهي في عصمته فإنها تبقى في البيت، ويعني وتجتنب الطيب وتجتنب لباس الزينة، هذا من أحكام العدة أنها تبقى في البيت إلا عند الحاجة، تخرج نهارا لحاجتها أو ترجع، أنها تجتنب الزينة في لباسها وفي جسمها، أنها تتجنب الطيب في جميع أنواعه. نعم، هذا الإحداد، وتبقى في البيت إلى أن تتم 4 أشهر و10 أيام، ثم إن كانت تقدر على الخروج واحتاجت تخرج، وإن كانت تحتاج إلى علاج تخرج في النهار تخرج ولا بأس بعد 4 أشهر و10 أيام. إن أرادت تنتقل من البيت إلى بيت آخر أو إلى بلد آخر فلا بأس. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.